التوقيت تكلمتي 10 دقائق و30 ثانيه 31 ثانيه بالضبط، وسي سبيع تكلم 10 دقائق و40 ثانيه، فايت تبغي عندك انت الوقت، فايت لا فايت غير 90 ديال الثواني. لا 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 ماشي مشكل، ماشي مشكل. لا يسمحني قبيله الاخ سبيع اللي قطعته لانه دار واحد الملاحظه عليا، قال انا كنهضر وكنخلص المواضيع وجان عام السيه هو وخلطها كامله. احنا بصدد صندوق المقاصه الموازنه خصنا نتفاهموا على كل شيء كيقول في المغرب الاصلاح، كل شيء كيقول خصنا نديروا الاصلاح، كل شيء كيقول خصنا نصلحوا. كاين اللي ما كيقولكش كيفاش، كيقول لك عنف بحرك غير خصنا نصلحوا، وكاين اللي كيقول لك تشارك معايا باش نصلح. يا دابا بالله عليكم، الحكومه قررت تزيد في التعويضات لواحد الفئه ما عندنا علاش نوصفوها، تعويضات في الاجر ديالو ويستحقوها. طلع بلاغ ديال جماعه منه كتقول هاد التعويضات كان خصكم تاخذوا راينا. الله يخليك الحكومه هي اللي كتحس بشحال غتقد تعطي. ودابا تجي الحكومه تقول له بغيت نعطيكم 1000 درهم. وداك السيد اللي قدامي غادي قبل 1000 درهم غيقول انا بغيت 3000، لان هو كيفكر فيها غير هو كراسو. نرجعوا لما نحن بصدده. اولا المغرب كانت فيه المقايسه حتى العام 95. في عام 95 وانا من المساهمين في 1995 في وضع المقايسه في المغرب، لانه كنا غاديين للقطار في 95. جينا في عام 2000 ووقفنا المقايسه. وتقال وخلي داكشي، خلي داكشي. قبيله سي رشيد اعطى ارقام. اخواني، ملي كتكون الدوله كتقبض 54 مليار 55 مليار كتلوحها سنويا بحال لحتها في القادوس، في الوقت اللي خص بلادنا تجهز. غنعطيكم مثال واحد، وانت ولد المنطقه الشرقيه، المستشفى الجامعي ديال وجده خير من افيسا، من بنو سينا، بنو سينا وخير من 20 غشت، مجهز. يلا دخلوا ليه الاطباء ودخلوا ليه الممرضين ودخلوا ليه المواطنين المرضى. شحال سوى لنا؟ جوج المليار و200، وحنا كيمشي لنا في السوبر مليار و200 مليون. واش هذا الشيء منطق في هذه البلاد؟ نبقاو مستمرين كيف كيقولوا المغاربه بالدارجه بالعمية، هذه العمية في الاقتصاد. ولذلك خرجنا سوبر. هذا السوبر كيف قلتي يا السي العربي صحيح، لابد نفسروا للمغاربه وهادشي اللي كندير. هذه 10 ايام وانا كنشرح هادشي. شكون اللي كيستهلك هذا السوبر؟ هذاك الاخ قبيله في الروبورتاج قال ايوا الكيران وما عارف حتى الليسانس اللي كيدخل في الكار كيدخل فيه الديزل الغازوال سوبر، ما كيدخل المازوت، ما كيدخل لا في كار لا في طوبيس لا تاكسي كبير لا تاكسي صغير. ودابا غنبداو نشرحوا الحوايج اللي عارفينها الناس كلهم، ولكن كاين اللي ما بغاش يعرف هذا الشيء. ما عندنا ما نديروا ليه، الا كان مكلخ راه مكلخ، ولكن الناس راه فاهمه اللي بغى يفهم. سوبر 60% ديالو كيستهلكوا حاضرات السيارات ديال الدوله تقريبا، بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال هادشي. كيقول لك باش عرفتوا ونسيتوا بين انه كتخلصوا الضريبه كل سنه وكتلصقوها على الباربريز ديال الطوموبيل، بمعنى الحكومه راه الفينيات راه الحكومه عارفه شحال ديال الطوموبيلات والانواع ديالها واللي كيستهلك، وكاين الفينيات ديال المازوت والفينيات السوبر والفينيات ديال الطوموبيله الكبيره المبرعه. ايوا 60% كتستهلكها الدوله. ايوا كتقولوا ترشيد الاداره
نفقتنا. النفقات ايوا سيدي، هذا ترشيد بطريقه غير مباشره، ترشيد بطريقه غير مباشره، معناها هذيك الاداره عطيتها 100 درهم باش تصرفها في ليسانس، الا قادتها تحت ذاك الطوموبيل ولا تفكر تنظم الرواج ديال ذاك السياره 12 شهر. وبركه المغاربه ما تلاوش باغيين السيارات قدام الحمام وقدام المدرسه وفي السويقه وفي بركه. صافي هادشي عيو منو المغاربه، هادي هي العداله اللي بغاو المغاربه ويشوفوها بعينيهم. ولذلك هاد السوبر راه ما كيقيس لا خبز لا خضره لا شمعه لا حتى حاجه. هادو ناس راكبين في واحد الطوموبيل، هي كاينين طوموبيلات صغار حاسبينهم في الرباط وفي الدار البيضاء، ما غنقولش الماركات ديالهم، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في هذا الاسبوع شركه يابانيه جات كتجري للمغرب وقالت بهذا القرار اللي خديته احنا مستعدين نصايبوا اوزين في المغرب ديال السيارات الصغيره ديال ديزل ديال المازوت. هذا العالم كيتطور، دونك هذا هو اللي خرجنا. نجيو الفيول، الفيول هذاك الفيول اللي داروا فيه تحرميات في الكتابه صناعي، ايه سموه الفيول الصناعي رقم جوج، وهي الفيول اويل رقم جوج. كتستعملوا 17 شركه، ثلاثه الشركات كتاكل منه 65%. ما يمكنش هذا الشيء يستمر في المغرب، راه ما يمكنش. عباد فيها شركه ديال الدوله وشركه خاصه، خلي داك الشيء مستور. المهم هاد 17 شركه ابتداء من فاتح فبراير دبر راسها، ولكن حنا ملتزمين في الحكومه بواحد الشيء. والسيد وزير التجاره والصناعه الاخ مولاي حفيظ العلوي العالمي ملتزم بين انه كل شركه من هذه الشركات اللي وجدت صعوبات ان نتناقشوا معها، ولكن ما بقيش ندعموها عن طريق الفيول أو ندعموهم عن طريق الضرائب، غندعموهم مباشرة للاستثمار والتحول ديالهم. هذا راه السي العربي، سيدي خالد مشات لي. أنا راه صحاب سنين. هاد الشيء اللي كنديروا في المغرب بحال واحد الولد جالس في دار، وكتعطيه شي بركة ديال الفلوس كل صباح ولا في آخر شهر، والوالده ديالو كتعاود تهلا فيه وكتدفدف عليه بشي غطار على سيدي حتى ل 11، غيمشي يقلب على الخدمه في نظر والله لا قلب على شي خدمه. هادشي اللي وقع في المغرب، بداو يعطيوهم الدعم والناس ما دارش الاستثمارات اللي خصهم يحولوا بها الوسيله ديال الانتاج ديالهم. دابا غنقوموا بواجبنا في هذا الفيول رقم جوج، 17 شركة وكل شركة عندها صعوبة غادي نتناقشوا معاها، ولكن كاين شركات خصهم يهضروا معنا بالمعقول، لأنه حنا عارفينهم يحطوا لنا البيلون ديالهم، حنا عارفينهم كيبيعوا جزء ديال المواد ديالهم. والله ما يقبت منك الشك، والقانون كيفرض الشك، يجيبوا لنا شحال د الشكات كيخلصوا بها المواطنين، ولا عندهم صعوبه مبارك مسعود. ولكن والله ومشيتي غير خارج الرباط هنا دابا تشري شي واحد الماده من عندهم، والله لقبت منك الشك، كيقول لك راهو محب. يا يعني انتم كتفهمون، انتم تبارك الله كلكم برلمانيين والتجربه وكتفهموا في هذا الشيء. حنايا كندقوا على هاد الناس. الاصلاح ديال صندوق المقاصه ما هو بعدا؟ الإصلاح هو إما كتخلي فيه مواد إما كتخرج منه مواد، صافي. وإلا بانت شي مادة فيها الصعوبة كتدخلها ليها، لأنه اسمه تثبيت الأسعار باش تحمي القدرة الشرائية ديال المواطنين. علاش دايرين فيه السكر ودايرين فيه الدقيق؟ كان فيه زمان الزيت، وكان فيه زمان الزبدة، وكان فيه الحليب، وكان فيه السيما، حتى السيما راه كان. هاد الشيء اللي كنديرو حنا ماشي أول مرة. أولا ردينا المقايسة في شوتان بير، ودابا خرجنا جوج د المواد. كتقول السي خالد السي سبيع،
بين انه ما خبرناكمش في البرلمان. هذا ماشي صحيح، اسمح لي ماشي كنكذب. جيت للجنة انا، اعوذ بالله من قلت انا، جيت للجنة المالية في مجلس النواب، وجيت للجنة ديال المستشارين اللي كانوا حاضرين فيها النقابيين، شي ثلاثة د الناس جينا للجنة، ما جاوش الناس كاع، وجبنا لهم التقرير ديال الجنة ديال صندوق المقاصة، وتوزع على الأعضاء وخرجوا الصحفيين ونضجا في المغرب. هاد المديرة ديال صندوق المقاصة اللي قالتها هنا كانت غادي يقتلوها، وكانت يلا لأنه يلا بدات مسكينة، لأنه ضبطنا تنظيم ديال صندوق المقاصة تضبط. أولا خرجنا تقرير ديال النشاط ديالو وقدمناه لجوج الليجان ديال البرلمان ونشرته الصحافة، درنا واحد الشفافية في التسيير ديال الصندوق، بين أنه ملي صيفط الفاتورة غيدخل بمود باس واحد، وإلا بغى يعاود يصيفط فاتورة خصو يعاود يدخل بمود باس واحد آخر، لأنه كانوا كيمشيو للملفات ويعاودوهم. فضينا مع هادشي، ياك حنا عندنا 9 مليون ديال الناس في الإنترنت، إيه أسيدي 9 مليون هاد الشركات تبارك الله اللي حنا خدامين معاهم يستعملوا معنا إنترنت، ولكن بغى يدخل عندي لاكيس غيدخل بمود باس واحد ومات، باش ما عاودش يرجع للوراق. ولا حنا هنا اسمح لي عفاك درنا لوديت لاكيس، ودابا درنا افتحاص لاكيس. اكثر من هذا الشيء المجلس الاعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب طلب بتقرير، جاوا المجلس الاعلى للحسابات جلسوا عندنا 3 ايام ولا 4 ايام وداروا افتحاص، وهو غيصدر التقرير ديالهم وغادي يبين الاصلاحات اللي دخلنا عليها في الشفافيه ديال هذا الصندوق. خلقنا واحد العلاقه جديده مع المتعامل مع هذا الصندوق، وكننشروا شهريا. دابا في الموقع ملي يتقاضى شهريا ناير غتمشي للموقع ديال الصندوق وغتلقى اشنو دفع، شكون اللي استفد وشكون اللي استفد والشركه. ايوا هذا الشيء كيقولوا مثلا في السكر واحد العدد الكلام كيتقال، كيقولوا ما كتردوش من عند مالين الشركات اللي كيستعملوا السكر. لا سيدي كيردوا الفلوس، وهذا العام زيرناهم باش يردوا الفلوس، لانه ما عندهمش الحق في الدعم ديال السكر في المشروبات، ورحنا غنعيدوا القانون، لان حتى ذاك القانون كتبوه بشي تحرميه تسماوه نون غاز لي غازوز. لا سيدي كاع اللي فيه السكر، حتى هذاك الحليب اللي كتشرب فيه شي زواقه راه فيه السكر، غادي تخلط اسيدي مول الحليب على السكر، تعرف تزيد على المغاربه وانت كتاخذ السكر، لا غادي تخلص السكر ما غاديش تبقى الدعم ديالو. اسمحني نزيد كلمه واحده، كلمه واحده غنزيد. اول مره حلينا المشكل ديال الترونسبور، ديال التكلفه ديال الترونسبور، لان كنخرجوا واحد البلاغ ولقينا المغاربه ما فهموناش، كنقولوا تمن المحمديه لانه هي اللي عندنا فيها تكرار النفط، ولكن ملي كيوصل للورزازات راه ماشي الثمن ديالو اللي كان علنو لابد يتزاد عليه الترونسبور.